تبي خير؟ صافا ميرسي بخير. الحمد لله. كيفاش كاين شحال متلقينا ودابا شويه؟ لا دابا لا شويه كنشوف دابا شويه الحمد لله وكلشي بفضل الله سبحانه وتعالى. كلشي بفضل الله سبحانه وتعالى. الا بغى الله شي حاجه عند واحد كبير. دابا ان شاء الله شويه. ربي كبير الحمد لله. هذيك المره كيف دقيت البلا في العين مباشره جيت للتكريم. انا قالوا لي حتى لو بون تروا وملي مشيت انا باش ندك الماء قالوا لي لا راه اليوم جيتي ربي كبير اخويا الله يحفظك ليا الله يطول لي عمرك شكرا الله يحفظك الشونجمون اللي ولا كيفاش كاين صح دابا Donc il n'a plus de statut de théâtre. Non. Mais ils vont le rénover. Ils vont, on dit, mais c'est pas toujours. Les on dit, c'est pas toujours vrai. Je crois que oui. Non, je crois que c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Il va être rénové. Que c'est sérieux. Ça nous donne beaucoup de courage, beaucoup de. عاوتاني نفكروا ايامنا اللي دوزنا فيها. انك شحال دوزتي؟ هو شحال نقول لك من 56 الى يومنا هذا. وما دام في فيه دوبي كون؟ 56 عام. دوبي كون تي جديده؟ دوبي كون جيتي جديده؟ نو مو جابي كازا، مي مون ماري تي ديريكتور تياتر. اه داكور. مو كوميديان جي جوي بوكو تياتر. افيك. ديال جديده بوكو بوكو. اي مانتنو بجوي توجور؟ Non, depuis presque 9 ans, je suis malade. 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 Je شهر طاح شهر طاح قلت لنا حتى نجي فيها كلمة حق سي عفيفي سي عفيفي أستاذي جيت معاه في سنة 1970 جيت معاه مسرحيات بحال هوايا ماريا العطيل هاملات اللي كنا كنتمرنوا عليهم مع الاسف ما عمر تحتنا الفرصه اننا باش نعرضوهم ولكن كيبقاو لنا كتمارين لهذوك المسرحيات هما باش كنشتغل انا الان ولكن جات مسرحيه السوانح الشعريه اللي هي اللي ديال المرحوم ادريس الجائي واللي دارها السي عفيفي واللي خدمت معاه طيله ثلاث شهور ونص ديال الجوله ما عمرها ما كانت في التاريخ المغربي ان شي مسرحيه كتدوم وكتجول اكثر من ثلاث شهور ونص لدرجه انه هو براسه اللي قلب علينا ما بقاش كاينه يعني المهم عفيفي دوز معاه طيلة السنه ديال السبعين وفي الوسط ديال 71 انتقلت رجعت عند عبد العظيم الشناوي وحتى ال 75 درت معاه مسرحيه ديال 12 طاعون لو سيستيم دو فابريزي اللي كنديرها هنايا اللي كنديرها مع الاخوان ديالي اللي كبرت معاهم واللي ترعرعت معاهم الممثلين ديال الجديده وديال مراكش وديال الدار البيضاء
والمهم المسرحيه ديال طمع طاعون كانت عطاني واحد الرول اللي بصراحه يعني لولا عفيفي ما عمرني كنت نقدر نلعب هذاك الرول. عفيفي كان شامخ في طريقته ديال الاخراج، شامخ في طريقته ديال التلقين، كيفاش كيلقن الواحد وكيفاش كيعطي الواحد سميتو. من بعد ما ديك الساعه عفيفي في السبعين يلا انتهى من الشهره ديالو ديال عامليط وديال عطيل وديال يعني مع المسرح ديال المعموره، الفرقه الشامخه اللي عطات واحد العدد ديال الممثلين، واللي هذوك الممثلين كلهم يعني الان هما اللي باقي المصادر ديالهم التاريخيه ما كتنساش، يعني كيبقاو هاد الاسماء كلها ديال فرقه المعموره، فرقه الشبيب والرياضه، يعني لا مثيل لها لحد الان. والمسرحيات اللي داروا لا حليب الضياف ولا شرع طن اربعه ولا كاع المسرحيات الاغلبيه الصحيحه كلهم باقيين الصادع ديالهم لحد الان. ومنهم لاله فاطمه هي تشهد يعني بعد واحد المشهد عفيفي وفاطمه كان ما نعرف واش في الدار البيضاء اظن كان وقع واحد لامبروفيزاسيون ديال واحد الفريق كيجي في طنجه. وتصور فريق كيجي كيشدو عفيفي اوليو باش كيهضر على بواه على بواه اللي خطو بدا كيهضر على داك مع داك الفريق. وملي سال المونولوج ديالو طلقوا ومشى داك الفريق كانه كان معاهم في المسرحيه. عفيفي كانت عنده واحد الطلاقه في الامبروفيزاسيون بلان شكل وكان خايف على انني كنلعب ديز دومون وكان خايف يعني هذيك الساعه كيدير لومون ولوكو كيسالي باش كيجي يقتلني بالمخده كان خايف لا هذاك الطير يجي عندي انا ويخلعني انا كنحس بشي حاجه تزادت حاسه بها ولكن ما منحركش من بلاصتي حتى سال المونولوج حتى طرطوير. وديك الليله كانوا عندنا خمسه ولا سته د الكيران بالمقالزه جاو خصيصا باش يشوفوا ويليام شكسبير مسرحيه كيلعبوها المغاربه لانه بعد عطاهم الميني ديال 12 داروا ليهم راه كاين عطيل البحر الفلاني ودرنا اون بلان اير على البحر ديك واحد الباب واحد القوس كبير قالوا له جا خمسه د الكيران معناتها المغاربه ديالنا كلهم كاين اللي وقفوها مع الحيوط هذا وهذوك هما اللي جلسوا شمن عام في 69 وهم اللي تعاود درناه في 68 شكرا.